افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في دورتها الثانية والتي حملت عنوان دعم الابتكار استحداث للفرص بحضور أكثر من 2000 شخصية من صانعي القرار وقادة الأعمال من جميع أنحاء العالم الإسلامي وخارجه. وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن القمة تخط مسارا صحيحا لإحداث تغيير جوهري في الخارطة الاقتصادية على مستوى العالم، مشددا على أن استدامة الإنجازات المبدعة تقاس بحجم مساحات فعلها وتأثيرها. وقال سموه: عندما فكرنا في إطلاق مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي وضعنا نصب أعيننا أن تكون هذه المبادرة إسهاما منا في صناعة منظومة اقتصادية مستدامة تفرض نفسها بما تحمله من ميزات على خارطة الاقتصاد العالمي. وأضاف سموه إن منظومة الاقتصاد الإسلامي هي منظومة تتناغم فيها الأخلاق مع الإبداع في العمل والالتزام العالي بغايات التنمية الحقيقية لتعطي نتائجها بحجم آمال وتطلعات كافة شعوب الأرض مهما اختلفت الساحات أو العوامل والظروف. ونبه سموه إلى أن الاقتصاد الإسلامي ليس وسيلة لعلاج الأزمات فحسب، وقال: الاقتصاد الإسلامي هو الضمان الأكيدة لعدم تشكل الأزمات من جديد. هذا واعتبر معالي محمد عبد الله القرقاوي رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي ستنقل العالم إلى مرحلة اقتصادية جديدة تشكل فيها الاستثمارات الإسلامية العصب الحيوي للنشاط الاقتصادي العالمي. ونوه معاليه بدور الإمارات الرائد في تطوير مسيرة الاقتصاد الإسلامي التي تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي ارتقت بهذه المنظومة الاقتصادية إلى العالمية. وقد شهدت القمة كلمات لعدد من كبار الشخصيات والخبراء في مجال الاقتصاد الإسلامي، ناقشت تفعيل النمو الاقتصادي الوطني من خلال فرص الاقتصاد الإسلامي. وأكد المتحدثون أن دولة الإمارات العربية المتحدة أثبتت نجاحها في استقطاب الاستثمارات الإسلامية، وشكلت دبي نموذجا مثاليا لقيادة مسيرة نمو الاقتصاد الإسلامي من خلال تطويرها لقطاعات مختلفة على رأسها التمويل الإسلامي. كما أكد المتحدثون خلال القمة أن الاقتصاد الإسلامي أثبت حضوره كرافد أساسي للاقتصاد العالمي، وسيواصل بالتأكيد دعمه هذا في السنوات العشر المقبلة. هذا وقد أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بوابة الاقتصاد الإسلامي العالمي الإلكترونية سلام الفريدة من نوعها في العالم، والتي تكرس مكانة دولة الإمارات عاصمة للمعرفة في الاقتصاد الإسلامي انسجاما مع استراتيجية دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي التي تم إطلاقها في العام 2013. وجاء حفل إطلاق بوابة سلام الإلكترونية التي تم تطويرها بمبادرة من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالشراكة مع تومسون رويترز، معتبرا سموه أن هذا الحدث يحقق هدفنا أن تكون دبي عاصمة المعرفة في الاقتصاد الإسلامي وخطوة رائدة نحو عولمة الاقتصاد الإسلامي. وشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أن اختيار اسم سلام للبوابة الإلكترونية للاقتصاد الإسلامي تمثل رسالة سلام حقيقية ومخلصة من الإمارات إلى العالم، تحمل في طياتها صفحات واعدة لمستقبل آمن بقوته وخيراته هو أرقى أشكال الأمن التي نسعى لتحقيقه. إلى ذلك كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين ضمن جائزة الاقتصاد الإسلامي، وهي إحدى المبادرات التي ينظمها سنوياً مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع غرفة دبي وتومسون رويترز. وشمل الفائزون 8 شركات وشخصيات في الفئات 8 للجائزة، إضافة إلى جائزة الإنجاز مدى الحياة والتكريم الخاص. حضر افتتاح القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وعدد من أصحاب المعالي والوزراء ومدراء الدوائر المحلية. كما زار صاحب السمو المعرض المرافق للقمة والذي يضم أجنحة لشركات ومؤسسات مالية إسلامية، وشهد إطلاق القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي ينظمها على مدى يومين مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي وتومسون رويترز تحت عنوان دعم الابتكار استحداث للفرص حضور أكثر من 2000 شخصية من صانعي القرار وقادة الأعمال من جميع أنحاء العالم الإسلامي وخارجه.
وضم اليوم الأول من القمة جلسة رئيسية على شكل مناظرة بين الرؤساء التنفيذيين حول مدى الارتباط بين قطاعات الاقتصاد الإسلامي والتمويل الإسلامي، فيما عقدت جلسات متوازية حملت عناوين متعددة متعلقة بالتمويل الإسلامي والاقتصاد الإسلامي.